استوديو اماني جاويش صاحبه كل هذه الاكلات الطيبه اللي شفناها. واماني لليوم يسعد صباحك اول شيء. صباحك يا رب. صباحك. اليوم بتكمل السنه ان شاء الله بمشروعه اليوم. والله رحمه انه كان رمضان لكن بدنا نلبسك بالفطور كله اليوم. لا والله والله انا كنت اتمنى انه يكون مو رمضان. اول شيء بدي اتشكركم على الاستضافه الحلوه، شكرا لكم. اثنين للصدف يا محاسن الصدف انه اليوم يتم سنه وإنه أكون أحتفل فيه معاكم، وألف شكر يا رب. أهلا وسهلا فيك. كنت أتمنى إنه يكون مو رمضان وتجربون الأكلات الطيبة تبعيت أمينة سفرسي، بس كلية جديرية إن شاء الله. فخر معك طبعا. شفناها وشي بشهي أكيد، بيقولوا العين بتاكل قبل التم وواضح يعني من المناظر. هي تعرفين ليش؟ لأنه صنعت بحب. إحنا لما يكون في أوردر جدا نكون سعيدين، انا والفريق امينه سفرسي جدا سعيدين ونشتغل هالشيء بحب، فيمكن تبين بالصوره وتبين بالطعم. اكيد اكيد طبعا. خبرينا بقى عن البدايات، ليش قررتي تعملي مطبخ انت ووالدتك وفي اخواتك كمان بالموضوع؟ احنا اربع بنات. كيف اجت الفكره وخلص اخذتوا القرار؟ يا سيدتي العزيزه، انا من مواليد دير الزور سوريا، كنت اشتغل محاسبه بمشفى خاص. أجت الثورة وطلعنا، جينا لهون اسطنبول، صار لي 10 سنوات هون باسطنبول. طبعاً المحاسبة جداً مسؤولية، فحبيت أني أغير، غيرت بلد، أغير مهنة، يعني ما انكتبت يعني. فعملت دورة تسويق إلكتروني، وكان أنه لازم تتسوقين لصفحة لمشروع. طبعاً للعلم أنا قبل يعني من زمان، من لما كنت بالدير، قبل ما أعرف أقلي بيضة. ما كنتي تعرفي؟ قبل ما أتعلم أقلي بيضة يمكن من الابتدائي. أوكي. كان حلمي يصير عندي مطعم وسيارة حمراء. ما بعرف ليش، ما وما عارف لسه أطبخ، بس بدي مطعم وسيارة حمراء. طيب هل المطعم صار سيارة الحمراء؟ لسه لا والله، إن شاء الله على الطريق. بلشنا بالدواليب. فكان هذا الحلم. بعدين لما نجينا شو بتحبي بالتسويق، دورة التسويق؟ قلت أنا من زمان حلمي إنه مطبخ. ففتحت صفحة على الفيسبوك وبلشت أنزل طبخاتنا. يعني حتى بداية الصفحة تشوفينها أمينة، تلاقينها لما تنزلين لتحت تلاقينها كلها طبخات بيتنا. يعني استشاريته الوالدة وخواتي نعمل طبخ وكذا، رفضوا. يعني ما لك مضطرة يعني، ليش؟ منشان شو؟ طب أنا حابة لا، وصعب وبلد جديدة ومحنا ببلدنا وهالأمور هاي. ونام الموضوع لأنه ما شجعوني وتركت الصفحة. السنة الماضية شوي مريت بظروف صعبة، وأهلي الله يخلي لي إياهم خلاص بدهم يوقفوني على رجلي خلاص. يعني ما الحياة، الإنسان لما يصير معه صعوبات ما هي نهاية المطاف، أنا كانت بالنسبة لي نهاية الحياة. فيلا قومي، طب شو أعمل؟ أنا مطبخ. شغلي رجعت هون، أنا رجعت أشتغل محاسبة، أنا هلأ أشتغل محاسبة بمعمل أقمشة. قالوا لي اعملي شيء جديد، شو بدي أعمل؟ قالوا لي المطبخ تبعيتك، علما أنهم كانوا رافضين. فتحنا صفحة الفيسبوك، ما شاء الله لقينا عليها فوق 10,000 من دون تسويق، من دون تمويل، من دون أي شيء. قالوا لي يلا قومي نبلش بالطبخ. فتحنا صفحة انستغرام، بلشنا أول إيفنت ب 17/3 مثل هاليوم، وبعدها الإيفنت الثاني. بالإيفنت الثاني أخذوني، كان بالأوف اسطنبول، كان في عملوا مطبخ من سيدات البيوت، يعني عملوها بإفطار رمضاني وياخذون الطبخ. فانا كانوا ياخذون مني طبخ يومي، اختاروا 5 مطابخ انا كنت منهم، فصار شوي في تشجيع. يعني حتى والدتي تقول لي، انا بالبدايه كنت اعرف انه صعب ومسؤوليه، بس مشان فتره توقفين على رجلك، يعني تفكري الموضوع هيك عابر. ولكن لما نجحتي فهي حتى تشجعت. ايوه، لما اخذوني من ضمن 5 مطابخ وصرنا ننزل اكل برمضان فتشجعت، ما شاء الله الاوردرات. بس للامانه مين بيطبخ؟ لا احنا الكل، بس الاشراف طبعا والنفس ورشه الملح، يعني هي اكثر من رشه الملح للوالده الله يطول بعمرها. انا اشتغل، انا محاسبه، يعني انا سبت واحد بالبيت. مثلا اليوم عندي اوردر الساعه 11 مثلا 12، انا من 6 اكون فايقه اجهز اروح انا على الدوام، يستلمون، في عندي اختين بالبيت يستلمون الاوردر. فاحنا فريق متعاونين انا ووالدتي وخواتي. اماني حسب ما شفنا يعني بالكليب السابق انه في اتقان،
يعني في هالسواريهات الصغيرة وهذا كله بحاجة لتعليم، انتوا تعلمتوا شيء ودخلتوا دورة تعليم طبخ مثلا؟ بغض النظر على انه كان حلمي منذ الطفولة اني افتح مطعم، لما هيك كبرنا وصرنا نشتغل يعني بالبيت يعني نعمل وعمل اكلات، الناس تحب سفرنا. يعني النقطة انه الناس تحب سفرنا، ولله الحمد النفس الطيب جاي من امي الله يطول بعمرها، وهو جاي من امها الله يرحمها، فهيك وراثة النفس. لما حبينا انه نطبخ من 10 سنين، ما كانت بصراحة ببالي فكرة السواريهات، كنت اقول انه نبلش طبخ. بعدين هلا لما بلشنا خلينا بالسواريهات والطبخ ان شاء الله بالمرحلة القادمة. انا ما عجقت حالي وبلشت اطبخ وكل الاكلات، لا سواريهات، بوفيهات، اعياد ميلاد. فرحتنا باول عيد ميلاد كانت لا توصف، فرحتنا باول عرس كانت لا توصف. أكيد. فشوي شوي ان شاء الله بالمراحل الجايه عايشتوا هي ان شاء الله نبلش عادينا ندخل بمرحله الطبخ ان شاء الله. هلا بس يعني مقتصر على السواريهات ومناسف. مناسف مناسف لانه ايوه. طب اماني انت من الدير، اليوم كثير بتختلف الاكلات والطلبات بين محافظات لمحافظات، عم تقدري توفقي بين الناس طلباتها تساليهم شو بحبوا؟ طبعا، لانه انا اشتغل كله فريش حسب الاوردر اللي انت عندك، انت كيف تحبي اليوم اليلانجي، كيف حابه اليوم مثلا البيتزا، كيف حابه المحمره، الملوحه، الحموضه، الامور هاي. بالاول نتفق انه السواريهات هاي الجميع سوريا متشابهة يعني متشابهه تقريبا، واحنا المطبخ الديري بالعاده يفكرون باميه وكليجه، احنا اكثر من باميه وكليجه، بالعكس احنا المطبخ الديري مشكل اخر من جميع المحافظات، يعني ما عندنا مثلا المطبخ الحلبي اكلاته، المطبخ الشامي اكلاته، لا احنا متنوعين جميع الاكلات. اكثر على المطبخ الديري وتنوع الاصناف فيه، يعني شوفي هي التراث هلا بصراحه، يعني مثل ما ذكرتي انه بنعرف الثرود الثرود الباميه وثرود اللحم تمام، وبالاعياد عندنا الكليجه تمام، بس لا احنا نعمل الكبب بانواعها، المحاشي، المناسف، طبعا احنا مشهورين بالمناسف، يعني عندنا المناسف خلاص في عزيمه اهم شيء اول صنف لازم يكون المنسف. عندي برياني، عندي كبسه، عندي مندي، وتجي باقي المقبلات كل، يعني انت تقدر تقول انه احنا جامعين كل شيء بالدير، ما في انه هاي الاكله اوكي مميزه بس احنا نعمل كل شيء يعني. ولكن هل المطبخ الديري الاصلي فيه المازل طبعا شوف احنا كنا بالدير اللي بتميز فيها مثلا اهل الساحل واهل الشام. شوف احنا ما كنا مغيبين تماما مغيبين تماما عن الاعلام، رساله دير الزور انا ما اشوفها، هي تطلع عباره عن الريف والحصاد القمح وممكن ابار النفط. صحيح. مغيبين تماما، احنا بعد ال 2000 لما صارت الجامعات صاروا الناس تجي على الجامعات، في صديقتنا صارت قالت انا والدتي بكت لما عرفت انه طلع القبول بالدير، تفكر خيام، تفكر امورنا تعبانه تماماً. تفكر وين مغيبين تماما عنكم بنايات أيوة في سياره ايوه صحيح يعني هيك كانوا يحكون. فالمطبخ الديري طبيعي ما انه تعرفونه ان شاء الله بالمرحله الجايه، كوني مطبخي هلا في بيتي فان شاء الله بدي اوسع البيت، اوسع المطبخ، ننتقل للمرحله الثانيه وهي الطبخ، وجبات جميع انواع الوجبات اللي موجوده. حلو ان شاء الله. ممكن تفكري بمطعم اماني مطبخ؟ انا الحلم عاد بقى ان شاء الله نجيب السياره الحمراء بعدين المطبخ. لا المطعم لا تغير، هلا حلمي هلا ما عاد حلمي مطعم مثل باقي المطاعم، لا انا اليوم حلمي انه يكون مطبخ كبير يضم سيدات البيوت، كل سيده قادره انه تشتغل وتعيل نفسها وتعيل اسرتها، يكون مطبخ كبير يحوى على السيدات فقط نشتغل فيه. مع انه الشيف يعني والله كمان نفسه طيب يعني الشباب طيب شغل طيب بس انا شوي متحيزه يعني انا حابه بالمرحله الاولى يكون عندي مطبخ كبير للعزايم للبوفيهات، يكون تعاملنا هيك مع السيدات، تعاملي انا اريح مع البنات ان شاء الله. المرحله الثانيه بقى المطعم، صار المطبخ هلا اول شيء المطبخ. كل التوفيق لك. هلا خلينا نعرف مين زبائنك اليوم، يعني مين اللي بيتصل وبيطلب اوردرات، العوائل، الطلاب، العوائل
طبعا العوائل لما يكون في عزايم، لما يكون في مناسبات الطلاب، كمان لما اتحاد الطلاب، الجامعات، المعاهد، لما مثلا اليوم في عندهم منتدى، اليوم في عندهم رحله، اليوم في عندهم كذا، فهذول لما يطلبون كمان تكون لانه كميات. فبس اكثر شيء حاليا العوائل الصواريهات هي بتكون مناسبات. ايوه حاليا اكثر. اي حاليا مين مسؤول عن الخبز بما انه عم نحكي على الصواريهات؟ بيقولوا اصعب شيء الخبز. والله انا والله العجن والخبز هي لانه عم قلت لك بتفيق اول وحده. احنا على فكره الخبز الشاور مع الخبز العربي احنا نعمله بالبيت، صمون البرجر احنا نعمله بالبيت، فكل شيء اللي شفته على الفيديو هذا كله احنا نعمله. طبعا قلت لك بحب، يعني انا لما بلشت فيه حسيت انه هذا المشروع غير انه حلمي، هيك شيء احبه ورجعني لا لا لهيك شغف الحياه رجع لي من بعد هذا المشروع. كمان خواتي حبا فيي وانه يوقفوني على رجلي وانه نبلش. والحلو فينا انه احنا عيله. مثلا مره سالوني قالوا لي من المسؤول عن الحلو ومن المسؤول عن المالح؟ احنا كلياتنا مسؤولين عن كل شيء. مسؤولين عن كل شيء، كل وحده عرفتي. بس يعني انا العجين وهذا احب خواتي يعرفون يعملونه. بس انا خلاص اجى الاوردر، اول شيء يتجهز هي الخبز والصمون، هاي الامور، الصوصات، البرجر، الشاورما، الامور هاي تتجهز، ينلف ورق العنب يتجهز، فتمشي بعدها بقيه المراحل. اكبر طلبيه هيك اجت. الله يسلمك يا رب. تسلمي. يعطيكم الف عافيه. خلينا بس نشوف اكبر طلبيه اجتهم. اكبر طلبيه كان عرس، عملنا عرس بالصيف، كان بالسفينه حوالي شيء، يعني هم الطلب كان 50 شخص للعرس بس اضافوه ل 100 شخص. فكان ل 100 شخص عرس بالصيف. صعب يعني كل واحد اذا بده ياكل قطعه. ايوه الشغل كان في اسبوع واحنا نشتغل للعرس. بس جدا ممتع، جدا ممتع. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك يا اماني جاوي، وكل التوفيق. الله يسلمك يا رب.